كابتن اشرف، حضرتك ليك كده قصه غريبه، ان في فتره قيد واحده يعني مضيت لي 3 انديه: القناه ثم الاسماعيلي ثم الزمالك. قول لنا كده ايه اللي حصل في الموسم ده؟ انا في المنيا كان التوقيت ما فيش حاجه اسمها عادي 3 سنين، ده كان استماره تخلص بعد 6 سنين. قضيت ال6 سنين في المنيا. بعد ما خلصت مدتي فانا كان معروض عليا نادي القناه، فالقناه رحت القناه، كان الله يرحمه الكابتن فؤاد شعبان، رحت كان حاطط الشيك بتاعي ب 100,000 جنيه في التوقيت ده، رقم رقم برضه رقم. فاتكلمت مع الكابتن فاروق السيد اللي هو كان مدربي في نادي المنيا، بس كان هو مدرب نادي الزمالك. فقلت له وضعك، قال لي روح يا اشرف. وفوجئت ان لقيت اداري نادي الاسماعيلي بيقول لي اشرف ده الاسماعيلي عايزك، فبيقول احنا عايزينك يا اشرف كده وبتاع، واحنا حاطين مبلغ 30,000 جنيه. فانا قلت له كده فرق كبير. فانا التوقيت ده برضه طلبت الكابتن فاروق السيد في التليفون، ارض كله ارضي، مفيش حاجه موبايلات، الوضع كذا كذا. قال لي روح الاسماعيلي، عشان الاسماعيلي نادي جماهيري. الاسماعيلي كان اسم كبير وجماهير، غير القناه برضه بقى، كسبت خسرت محدش بيعرف حاجه، هيحس زي. فانا قلت توكل على الله، وقعت. بعد ما وقعت لقيتهم بعدين اللي بعديها باسبوع، يا اشرف المبلغ 30، احنا القيد كان هيتقفل بعديها بشهر بالظبط، فاكر؟ بعتوا لي اسبوع القيد هيتقفل، المبلغ كبير وممكن عايزين نقلله نخليه 15. انا وافقت. المهم جيت بعتوا لي بقى اسبوع برضه عربيه تاني، اشرف هنخلي المبلغ 5. ده انا بقول لك ده ب5 برضه مبلغ كبير، خلي بالك. بس من 30 ل5 ده رقم. المهم جيت بعديها المره الثالثه دي بقى القيد هيتقفل حضرتك بكره بالليل، بكره القيد الافريقي الساعه 5، بكره الساعه 5. فانا فوجئت بالكلام، كابتن فاروق كابتن الاداري بقول له ايه اللي حصل؟ قال لي والله انت هتلعب من غير فلوس كمان. ما الكابتن ساعتها توقيت الكابتن شحته مسك المنتخب، فقال لي اللي كان موجود يا اشرف الكابتن شحته ومشي، والناس مش عايزينه. ده الكلام اتبلغ لي، كلمت الكابتن فاروق السيد مش موجود في البيت، المدام بتاعتها المدام بتاعته ردت عليا قالت لي هبلغه. فكلمته تاني قالت لي طب خليه ينزل على نادي الزمالك. كابتن فاروق محبوب في نادي الزمالك الله يرحمه. نزلت على نادي الزمالك، فوجئت الكابتن فاروق بيقول الوضع كذا. قال لي خلاص هكلم لك فؤاد شعبان النهارده واشوف الاخبار ايه. فكلمه قال له انا مش عايز اشرف، اشرف دوا بعني مش عايزه. ياما خلاص زعلان بقى. انا قال لي خلاص يا اشرف ما تزعلش، في شهر واحد ربنا يدبر وكده. فابنه محمد كان قاعد موجود، وفي التوقيت ده كان موجود انا فاكر الكابتن عزمي مجاهد الله يرحمه واسرته، والكابتن ابراهيم محمد واسرته، ومجموعه، وكابتن احمد سليمان. فانا فوجئت خلاص طلع من الباب البوابه، فقال لي ابنه محمد روح وصل اشرف الجيزه عشان يركب من الجيزه. فالمهم العربيه انا ده كل العربيه واقفه، في كلبشة العربيه اللي قدام والثانيه، وعايز اطلع العربيه. فانا التوقيت ده انا زعلان من ربنا. فانا بعاتبه يا اخي سبحان الله، انا بكلمه بكلم شخص، انا وشخص متضايق جدا، زعلان ومتضايق جدا ان ده كله بيحصل لي، يا رب ومش يا رب وكذا. انا كنت قريب قوي وكذا، ما فيش عندي حته الخشوع ولا حاجه. فلما اتكلمت كده فوجئت العربيه واقفه 12 دقيقه ما اتحركتش، حتى السايس يقول انا اخش جوه اشوف الكذا كذا، وانا بعاتب ربنا 12 دقيقه. فوجئت لقيت كابتن فاروق السيد على البوابه، يا اشرف، وطلع كده اشرف اشرف تعالى عايزك. فجيت دخلت قعدت في ترابيزه زي نفس اللي حضرتك كده، اسر الكابتن عزمي واسر الكابتن فاروق ابو الناصر المجموعه كلها، والكابتن احمد سليمان موجود. فقال لي بقول له في ايه؟ قالت لي ده فاروق الكابتن حماده امام كان راح يصلي، فبيسال على الكابتن فاروق السيد، قالوا له ده بيوصل اشرف يوسف. قال له ما انا عايز اشرف يوسف. ده انا بقول لك كده هيتقفل بكره الساعه 5. ده فقال لي انا عايز اشرف يوسف. سبحان الله. وانا ما اعرفش عايزني من ايه. انا اخر لعبت من المنيا دوري، ولعبت منتخب مصر كابتن حماده امام، يعني كاس العرب في سوريا وخدناه. ما كانش برضو المستوى بتاعي لافت للنظر جامد او كده. ففوجئت قال لي يا اشرف، جه الكابتن فاروق ساي وقال لي تطلع فوق، اعضاء مجلس اداره كابتن حماده وكابتن فاروق ابو النصر وكلهم وفايز الزمر والمشار والكابتن فاروق جعفر. فطلعت فوق، وانا طالع فاكر الموقف، الكابتن احمد سليمان ربنا يديله الصحه ويشفيه قال لي بص يا اشرف، كابتن فاروق جعفر الكل في الكل، لازم تخش تصيطه. قلت له ما اعرفش اصيط او ليه، بس انت بطل الدوري وانت وانت وانت، لان فعلا كان واخد 2 دوري. فدخلت عليه الكابتن فاروق جعفر قال لي بص يا كابتن، انت هو ما كانش عايزني او العدد كتير عنده. فقال لي لا لا لا، انا مش همضي له، مش هعمل له سنه ولا سنتين، انا لازم اشوفه في الملعب بكره.
فروحت رايح له قلت له انا قال لي خلاص يمضي بس كابتن حماده قال له طب يمضي اشرف يمضي اشرف وشوفه بكره فجيت امضي قلت له لا مش همضي ده قلت مش همضي فاستغرب فاروق قلت له انا جاي ما اعرفش حاجه في الزمالك على الرغم اعرف كل لعيبه صغيره وكبيره في الزمالك اعرف مين الجيل القديم من اول حارس البستان لغايه اليوم الازل فقلت له ما اعرفش حاجه في الزمالك غير ان كابتن فاروق جعفر بطل الدوري 91 و92 انا ما اعرفش حاجه في النادي ولا عمال ولا اعرف حد قال لي انت كده كلفتني طب استاذنك يا اشرف تنزل ماتش ودي بس معايا الماتش كان موجود الساعه 1 الظهر كان فرقة الاتصالات فقلت له معيش لبس قال لي هجيب لك لبس فالعامل جاب لي الطقم اللي بلبسه حاجه غريبه مش عايز اقول لك غير الطقم دلوقتي اللي بشوفه طقم غريب تحسي ان انت عندك درجه حراره يا كمان عايزه تجري انت عايزه تجري عايزه تجري فوجئت جابوا لي جزمه مقاس 40 وانا بلبس 42 فاول اول شوطه ليا شطها جابت جون في الاتصالات الجزمه فتحت جزء جامد من قوه مش على مقاس حضرتك فانا اعمل ايه في الملعب افك الرباط كان زمان ما كانش فيه لاست بلاستر كان بنداج افك واربط الجزمه من قدام واجري تتفك اربط تاني ده حضرتك بتلعب في ظروف صعبه ده انا ثلاث اجوان ورا بعض ثلاث اجوان ولا جايبهم مكان رضا عبعال فوجئت والجمهور يحبني رضا عبعال رضا عبعال فوجئت الكابتن فاروق جعفر بعت لي قال لي خد خد يا كابتن خد ايوه يا كابتن قال لي انت في حاجه في رجلك قلت له مفيش حاجه بس الجزمه انتوا جايبين 40 وانا بلبس 42 قال لي انت بتعمل ده كله بجزمه 40 كمان يعني راح نادى بلفظ صعب شويه لسمير السيد اطلع ايد اشرف دلوقتي في افريقيا كان حظي اتقيت في افريقيا كان جاي طلعت منصور ما اتقيتش انا اتقيت في افريقيا في التوقيت ده ودي كانت فتحه خيارات طبعا